السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ديما الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير وتكونوا بأحسن الأحوال. بغيتو تصوبوا حلوة ديال عيد ميلاد اللي كتجي ساهلة في التحضير ديالها. إن شاء الله اليوم غادي نقترح عليكم حلوة ديال لاكريم بالجينواز اللي سبق ليا وحطيت لكم البارح في فيديو. إلا مازال ما شفتوش الطريقة ديال تحضير الجينواز اللي كتجي ناجحة، سيروا شوفوا الوصفة، إن شاء الله تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. بالنسبة للطريقة والمكونات غادي تشاهدوها معايا في الفيديو، ولكن قبل من هذا خليوا لي الآراء ديالكم في التعليق، لأنها كتفرحني بزاف ملي كنقرأ التعليق ديالكم وكتزيد هكا كتحفزني باش هكا نشارك معكم بزاف ديال الوصفات. وخليوا لي لايكاتكم، شاركوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء بلا ما نطول عليكم. يلا مع بعضياتنا نكملوا الطريقة اللي نحضروا بها إن شاء الله هذه الحلوة ديال لاكريم. على بركة الله، اول حاجة كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا جوج انواع ديال المكسرات. عندي هنايا شوية ديال اللوز محمر ومهرمش غير واحد شوية مع شوية ديال لاكاجو. وهنايا اخواتي غادي نوريكم، غادي نستعمل هنايا نصف لتر ديال الكريمة السائلة. وبالنسبة للاخوات اللي غادي يبغيو شحال الكمية ديال الكريمة السائلة، راني ضفت مازال تقريبا واحد ربع لتر اخر. وعندي هنايا الميغا غوم بالنكهه ديال النطافه، بصراحه اول مره كنخدم بها فجات لذيذه بزاف بالنسبه هكا للكريمه الا بغيتو تنسموها بالنكهه اللي كتكون مختلفه. غادي نحتاج هنايا ملون ازرق، وعندي هنايا السيرو باش غادي نسقي الجينواز اللي فيه نص كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر سنيده. ونكهت السيرو بقطع ديال الحمض، ممكن تستعملوا سكر الفانيلا على حسب الحاجه ديالكم او اللي متوفر عندكم. اول حاجه اخواتي غادي ناخذ هنايا نصف لتر من الكريمه السائله، غادي نوضعها هنايا في هذا الاناء. فبجوجهم كنت واضعاهم هكا في المجمد باش هكا يجمدوا ليا. وغادي نطرب الكل كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نطلع الكريمه غير واحد شويه، من بعد غادي نقسمها على النصف، لانني بالنسبه للطورطه ديال اليوم فغادي نحضر النصف ديال الكميه باللون الازرق والنصف الاخر ان شاء الله غادي نحتفظ به هكا في اللون الابيض. غادي نكمل هنايا الخفق كيف ما كتشوفوا معايا. ومن طبيعه الحال هاد الطورطه درتها بالمساعده ديال عياله الويسي، حتى هما كانوا هكا كيساعدوني. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما هكا طلعتها ماشي ولات عندي شونتي اللي هي قاصحه، فغادي نحاول هنايا نقسمها على النصف كيف ما غادي تشوفوا معايا. فهذا هو القوام ديالها. الا كنتم من طبيعه الحال غادي تلونوا الكريمه ديالكم كامله، غادي تلونوها هكا بشي لون من طبيعه الحال، من الافضل انكم ما تطلعوهاش حتى تضيفوا لي هذاك الملون، لان الملون بودره صعيب باش انه يتخدم لكم من طبيعه الحال مع الكريمه السائله. حاولوا انكم تخلطوه بالقليل من الحليب حتى كيولي عندكم داك اللون اللي نتوما كتبغيو، عاد كتضيفوا هذاك شويه ديال الحليب غير واحد شويه تقريبا واحد جوج معالق او لا معلقه كبيره كتضيفوه معها، باش هكا اخواتي كيولي اللون اللي نتوما بغيتو من طبيعه الحال. هنايا بالنسبه للون الازرق غادي نكه من طبيعه الحال هاد الكريمه، غادي ندير لها هنايا تقريبا واحد نص معلقه حتى معلقه صغيره ديال الميغا غوم ديال الناطا. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني، فبالنسبه لهذيك العلبه راه كدير 5 ديال الدراهم عند الناس اللي كيبيعوا لوازن الحلويات. صافي هنايا في الاول اخواتي كنبدا كنضيف هكا الميغا غوم وكنضيف هكا الملون باش هكا نتحصل على اللون الازرق اللي انا بغيت. ولكن اخواتي كيف ما ذكرت لكم حاولوا انكم تخلطوا بالحليب باش هكا اخواتي كيعطيكم اللون اللي هو ناصح. ففي الاول هكا ما بغاتش اللون يبان ليا في الكريمه. صافي ودزت هنايا مباشره بالنسبه للجينواز كيف ما كتشوفوا معايا، فهي هذه راني سبق لي وحطيت لكم الفيديو ديالها. كيف ما ذكرت لكم اللي مازال ما شافتش الفيديو بغات هكا جينواز، فان شاء الله تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. كتجي جينواز اللي خفيفه بزاف وناجحه 100%. غادي نحاول هكا نزولها من هاد ورق الزبده وغادي نقسمها على النصف. فغادي ندير ان شاء الله جوج ديال الطبقات ديال جينواز وجوج طبقات من الكريمه. تقدروا انكم تقطعوا بهاد القطعه هذه، تقطعوها باش هكا كتجيكم هكا النيشان. بالنسبه لي انا غادي نقطعها فقط بالخيط كيف ما غادي تشوفوا معايا. اللي ما عندهاش هذيك فكتاخذ الخيط وكتقطع. صافي هنا اول حاجه غادي نحاول هكا ندير على حساب التورته قداش بغيتها. غادي نحاول هكا نوضع الاطار كيف ما كتشوفوا، وغادي نقطع الجوانب هكا اللي كتبقى شيطه ليا غادي نقطعها بالموس. وغادي نقسم الجينواز ديالي على النصف كيف ما غادي تشوفوا معايا غير بالخيط، كتجي ساهله بزاف.
وكيف ما ذكرت لكم في الفيديو اللي فيه هكا الجينواز، حاولوا انكم تصوبوا هكا الجينواز من قبل وتخليوها هكا في الثلاجه، يا اما كتبات ليله كامله في الثلاجه اولا كتخليوها نهار كامل، كتصوبوها في الصباح وفي العشيه عاد كديروا ليها الكريمه. صافي غادي نقطعها اخواتي ونرجع معكم باش نكمل معكم الوصفه ان شاء الله. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، فانا خديت هنايا واحد البلاطو اللي غادي يدخل مجمد، وضعت بلاستيكه، ممكن انكم ديروا ليه سلوفان، ما كانش عندي انا السلوفان متوفر. صافي ومن بعد كنوضع قطعه ديال الجينواز، ضروري ان الجينواز ديالكم باش تشرب لكم السيرو اخواتي ضروري انكم ديروا الوجه ديالها من الفوق باش هكا اخواتي كتشرب لكم السيرو مزيان، وكيكون السيرو عندكم هنايا يا اما سخون اولا دافي. هنايا غادي نحاول هكا نسقي مزيان الجينواز بهذا السيرو ديال الماء مع السكر ومع القشر او الطريف ديال الحمض، ممكن انكم ديروا كيف ما ذكرت لكم سكر الفانيلا، غادي نسقيها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نوضع هكا طبقه ديال الكريمه كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو اللون الازرق ديال الكريمه، وكيف ما شفتوا معايا راه حنا درنا فيها النكهه ديال الناطه، وكيف ما ذكرت لكم بصراحه جا المذاق ديالها زوين بالنكهه ديال الناطه، جربوها. فكنسمع بزاف ديال الاخوات اللي كيقولوا هكا الناطه كيديروها في الصابلي كينكهوا بها بزاف ديال الحلويات، ولكن كيف ما ذكرت لكم اول مره هكا كندوقها وكنجربها، فاخذتها هكا مرت لوسي وجربناها فبصراحه جات لذيذه بزاف. هنايا غادي نحاول كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للكريمه، راني ما وضعتش كميه اللي هي كثيره بزاف، فخليت واحد الكميه باش هكا ان شاء الله غادي نزوق بها ان شاء الله التورته بعد ما غادي تبات عندي ليله كامله. فضروري كيف ما كتعرفوا بالنسبه للحلويات ديال لاكريم ضروري انكم تبيتوهم هكا ليله كامله في المجمد، فكل ما بقاو في المجمد كل ما كيكونوا هكا متماسكين وكيسهل عليكم انكم تزينوا التورته ديالكم بكل سهوله. غادي نحاول هكا نسرح مزيان الكريمه كطبقه ثانيه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي من بعد خديت هنايا المكسرات اللي عندي، غادي نحاول هكا نفتتهم. الا ما عندكمش المكسرات بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا هكا الفويتين، فكتاخذوا اخواتي كميه ديال الفويتين وكذوبوا كميه ديال الشوكولاته، كتحاولوا انكم توضعوا هذاك الفويتين في الشكلاط اللي كيكون هكا مذوب، وهو اللي كتوضعوه كطبقه كتجيها كطبقه لمقرمشه. فالا وضعتوا الفويتين مباشره كونوا متاكدين ملي غادي توضعوها في المجمد داك الفويتين غادي يرطب لكم وما غاديش يجيكم نهائيا مقرمش. حاولوا انكم تضيفوا ليه هكا الشكلاط الاسود باش هكا طبيعه الحال كيبقى محافظ على القرمشه ديالو. اما الى عندكم المكسرات فضيفوها كتعطي واحد النكهه اللي هي زوينه بالنسبه للطورطاس ديالكم. صافي هنايا بعد ما وزعت كيف ما كتشوفوا معايا المكسرات، غادي نوضع من طبيعه الحال طبقه ثانيه ديال الجينواز كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نحيدها بكل سهوله من هاد ورق الزبده اللي طيبتها فيها، وكيف كتشوفوا معايا كتجي هكا محمره كتجي مفشفشه، غير جربوها على ضمانتي كتجي ناجحه بالنسبه هكا للاخوات اللي كيبغيوها كيصوبوا الجينواز وما كتنجحش معهم بدون محسن من طبيعه الحال. صافي بعد ما وضعتها كيف ما كتشوفوا معايا، هاد المره كيف ما كتلاحظوا انا قلبتها درتها كالجهه اللي كانت في الاسفل وضعتها هكا من الجهه الفوقانيه، وغادي نحاول هكا نسقي مزيان الجينواز بنفس الطريقه اللي درت معاكم في الاول. ومن طبيعه الحال الا بغيتوا ديروا هكا الوجه ديالها هو اللي يكون الفوق ماشي مشكل، المهم انكم تسقيوها مزيان باش هكا الجينواز ديالكم ما كتجيكمش نهائيا ناشفه ملي كتجيو هكا كتقدموا التورته ديالكم لعائلتكم. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كامل هاد السيرو اللي عندي. فبالنسبه لهاد نص كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر غادي تكفيكم بالنسبه للتورته ديالكم الا كانت فيها 30 على 40، اما الا كانت تورته اللي هي كبيره اولا فيها طبقات اللي كتكون كثيره 3 ديال الطبقات اولا 4، حاولوا انكم ديروا كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء وكتضيفوا ليها كاساشيه ديال الفاني اولا طريف ديال الحمض. صافي بعد ما سقيت هكا الجينواز غادي نحاول هكا نوضع الطبقه الاخيره اللي غادي نديرها ان شاء الله بالكريمه البيضاء
بالنسبة لهاد الكريمة البيضاء، بغيتو تضيفوا ليها اي نكهة ضيفوها، حنايا خليناها هكاك. غادي نحاول هكا نوضع طبقة اللي كتكون هكا غليظة، فغادي نوضع هاد الكمية كاملة ديال الكريمة وغادي نسرحها، وغادي نحاول هكا نقاد ليها الوجه ديالها، ومن بعد غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نوضعها تبات ليلة كاملة في المجمد. ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا اخواتي الطريقة اللي غادي نزين بها التورتة ديال اليوم، التورتة ديال عيد ميلاد. صافي نهي، بعد ما وضعتها في المجمد غادي نوريكم شنو درت هكا بالجينواز اللي بقات ليا شيطه هكا في الجوانب. شوفوا معايا كيفاش كتجي، راه كتجي اسفنجيه. صافي نهي اخواتي، غادي ناخذ هكا واحد الفنجان غادي نوضع فيه هكا البلاستيك باش هكا نصوبوا ان شاء الله الاسفل ديال واحد المونيكا اللي غادي نزينوا بها من طبيعه الحال التورته ديال اليوم. فكنحاول هكا ناخذ هكا الجينواز وغادي نحاول هكا نلبس مزيان هاد الكاس بالجينواز كاملة من الأسفل. فالطريقة راه سهلة بزاف ديال التورتة ديال اليوم، غير زعمو باش هكا تصوبوها، حسن ما تشريوها هكا على برا، غير صوبوها راه كلشي سهل. صافي نهاية، غادي نحاول نضغط مزيان على الجينواز باش هكا أخواتي كتبقى هكا واخدة ليا الشكل ديال الفنجان. ومن بعد أخواتي غادي ناخد كمية ديال الكريمة غادي نعمر من طبيعة الحال الوسط ديالها. كيف ما ذكرت لكم هذه الكريمه راني خليت فيها هكا كميه اللي غادي نزين بها التورته، ومن طبيعه الحال كيف ما ذكرت لكم باش تكفيني غادي نزيد ليها ان شاء الله ربع لتر اخر ديال الكريمه السائله مع الملون الازرق باش هكا تجيني اللون الازرق اللي كيكون شويه غامق، عاد ان شاء الله نزوق به. صافي بعد ما وضعت كيف ما كتشوفوا معايا الكريمه غادي نحاول هكا نغطي مزيان بالجينواز اولا بهذا القطع ديال الجينواز. صافي غادي نكمل هكا نغطيها مزيان. نتوما اخواتي حاولوا تخليو هكا واحد الكميه ديال السيرو، انا نسيت هنايا ما سقيتهاش. كيف ما تقدروا تسقيو من طبيعه الحال الجينواز ديالكم بالحليب، ولكن من الافضل تسقيو هكا بالسيرو كتعطيها واحد المذاق اللي هو زوين. بالنسبه للكريمه كيف ما شفتوا معايا غادي نغطيها في علبه وغادي نوضعها في المجمد حتى نحتاجها ان شاء الله للتزيين، عاد غادي نجبدها هكا من المجمد. غادي نغطي من طبيعه الحال هاد الجينواز اللي درت معاكم في هذا الكويس، غادي نغطيها مزيان بالبلاستيك وغادي نضغط عليها كيف ما غادي تشوفوا معايا باش هكا كتاخد ليا الشكل ديال هذا الكاس. صافي بعد ما خليتها ليله كامله هنايا لغط ليه اللي كان فيه العيد ميلاد، فخديت هنايا الكريمه السائله ربع لتر وضفت ليه من طبيعه الحال ملون اللي خلطته هكا ملعقه اولا ملعقتين ديال الحليب حتى ولا عندي اللون اللي انا بغيت كيف ما غتلاحظوا معايا. صافي من بعد خرجت هكا التورته وهي مازال مجمده، كنحاول هكا نحيد لي هذاك الاطار، فراه كيتحيد لكم بكل سهوله. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاش يتحيد لهم كتاخذوا هكا شي فوطه كديروها في الماء اللي كيكون هكا ساخن ومن بعد كدوزوها على الجوانب وغادي تحيد لكم بكل سهوله. بالنسبه للاخوات اللي غادي يبغيو هكا يغلفوا الطرطه ديالهم غير بالكريمه حتى بالجوانب عادي يديروا غير وريضات من الاسفل، فكتاخذوا كريمه سائله اللي كتكونوا هكا طلعتوها شونتيي وكتحاولوا انكم اللي تخرجوها من المجمد كتغطيو الجوانب ديالها من طبيعه الحال باش هكا ما كيبانوش لكم هذوك الطبقات. بالنسبه لي انا ما غاديش نغطي نهائيا بالكريمه لانني غادي ندير هكا وريضات في الجوانب، داكشي علاش غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نزين بها ان شاء الله الطرطه ديال اليوم. وكنتمنى الاخوات المبتدئات اللي بغاو يديروا هذا المشروع في البيت ديالهم يحضروا هكا حلويات ويبيعوهم هكا كطلبيه، فان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ومن طبيعه الحال راه كتقدموا التورته ديالكم اولا كتصيبوها على حسب هكا السيده شنو بغات منكم اولا الديكور اللي بغات هكا بالنسبه للتورته ديال اليوم. بحال انا اليوم مرات لوسي عطاتني هكا صوره ديال التورته وبغات التورته ديال بنتها تجيها بنفس الطريقه،
فان شاء الله تكون عجبتها وتعجبها كالعائله. صافي هنايا اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خرجناها من المجمد، فغادي نوضع ليها هنايا هذه الصوره لان البنت اللي عندها العيد ميلاد كتعجبها انا وإلزا، فخدينا هنايا هذه الصوره وكتحاولوا انكم تلصقوها مزيان. فبغيتوا ديروا ليها واحد شويه ديال الكريمه من الاسفل باش تلصق لكم مزيان، اولا كدهنوها بشويه ديال النباش. حنايا ما غاديش نديروا ليها حتى شي حاجه لان بالنسبه هكا لهاد انا وإلزا ملي كتبقى كتذوب عندنا ديك الكريمه فكتجي لاصقه من طبيعه الحال. صافي بالنسبه لهاد الجوانب غادي نغطيهم بالكريمه اللي اللون ديالها ازرق بهذا الشكل، كندير هكا وريضات. واخا هنايا راه الكريمه السائله ما طلعتش ليا مزيان، جيت هكا شويه معطله والكريمه السائله كانت بقات هكا في الطوموبيل وسخنات، وملي جيت هكا وضعتها في المجمد فما بردتش مزيان. نتوما حاولوا تخليوا الكريمه ديالكم السائله حتى كتبرد عاد طلعوها من طبيعه الحال فغادي تطلع لكم بكل سهوله. صافي غادي نزين هكا الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا بوريضات، فحتى اللي ما عندها هكا جايب حلواني فكتاخذوا من طبيعه الحال القمع ديالكم وكتاخذوا البلاستيك العادي اللي كتوضعوا فيه هكا الخضر ديالكم او لا اي حاجه كتوضعوه، وكتحاولوا انكم تزينوا التورته ديالكم، ماشي ضروري يكون عندكم هكا هاد جايب حلواني. صافي كنستمر كيف ما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه، غادي نزين هكا الجوانب بهاد الكريمه السائله للون ديالها كازرق غامق، وان شاء الله بالنسبه هكا الجهه اللي كتكون هكا في الجوانب غادي نزينها بطبيعه الحال بالكريمه اللي اللون ديالها ازرق ولكن كيكون زرق اللي هو فاتح واحد شويه، غادي تشوفوه معايا ان شاء الله. صافي هنايا بعد ما زينت هكا الفوق فغادي نحاول هكا ناخذ هذا الجينواز اللي درت معكم من طبيعه الحال في هذاك الكويس اولا في هذاك الطاس. صافي من بعد اخواتي حاولت هكا نحفرها من جهه كالوسطانيه باش هكا ان شاء الله ندخل ليها هاد المونيكا كيف ما كتشوفوا معايا، فحيدنا ليها غير جيلات ومن بعد اخواتي غادي نوضعها بهذا الشكل. صافي فانا ما بغاتش تدخل ليا هكا بهذيك الكسيوه ديالها فحاولت هكا ندير الكسيوه هكا على برا. صافي ومن بعد غادي نحاول هكا نضغط عليها كيف ما كتشوفوا معايا حتى كتلصق بهذا الشكل، ومن بعد غادي نزين من طبيعه الحال من الفوق ديال الكسوه باش هكا كتثبت ليا وكيجي الشكل ديالها زوين. غادي نزين هكا بهذا القمع، راني بدلت هنايا القمع درت قمع اللي هو عادي، وكندير هكا وريضات اللي كيكونوا صغارين بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا، فطريقه اللي هي سهله بزاف وكيف ما ذكرت لكم كتخدموا على حساب هكا لو تيم اللي بغات هكا السيده واللون اللي من طبيعه الحال كتبغي هكا في الكريمه. بعد ما زينت ليها الجوانب ديالها فغادي ندوز دابا للتورته اللي غادي نكمل ليها التزيين ديالها في الجوانب باش هكا ما كتبانش ليا نهائيا هذيك الكريمه البيضاء. صافي كنزين بهذه الطريقه وريضات كيف ما كتشوفوا معايا، وكيف ما ذكرت لكم هنايا راه ما طلعتش ليا مزيان هاد الكريمه، نتوما الا طلعت لكم غادي تجي قابطه اكثر. صافي وهنايا راه مرات لوسي راه خدات هنايا شويه ديال ناباج كيف ما كتشوفوا معايا باش تجيكم هكا ديك الصوره ديالكم كتجيكم من طبيعه الحال كتلمع، حاولوا دهنوها بشويه ديال ناباج، بغيتوا تخليوها هكا خليوها ماشي مشكل. صافي انا غادي نكمل هكا التزيين ديال الجوانب، وبالنسبه لمرات لوسي فخدات هنايا هاد الشكلاط اللي كيجي هكا بهذا الشكل، فاللون ديالو فيه اللون الابيض والازرق، وكتحاول هكا تزين الجوانب بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، ودرت هذوك النجيمات على الكسيوه. وهذا هو الشكل ديال التورته بعد ما ساليتها كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا كتبت هنايا بالشوكولاته السوداء ووضعنا هنايا الشموع، فكنتمنى ان الوصفه ديالي وما تعجبكم كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه اللي هي بسيطه بزاف، حضرنا تورته غير في البيت بلا ما نشريوها. كنتمنى تعجبكم، خليو لي الاراء ديالكم في التعليق وخليو لي لايكاتكم، شاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء باش هكا يستافدوا الناس،
ومن هذا الفيديو كنقول لإسراء عيد ميلاد سعيد طول العمر ان شاء الله بالصحه والسلامه، وتشوفها مهمتها باش تمنتها ان شاء الله. وبهكا كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو، شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله الروتين ونغير كيفاش داز ديال نهار لانيفيرسير. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.